بأجسادهم المثقلة بجراحهم وأرواحهم المنهكة بتفاصيل يوم مشؤوم لا تفارقهم لحظاته المروعة، يغادر مجموعة من جرحى مجزرة الصالة الكبرى مطار صنعاء في طريقهم إلى سلطنة عمان. مصادر في مطار صنعاء قالت لقناة بلقيس إن 115 جريحاً غادروا العاصمة على متن طائرة عمانية لتلقي العلاج في مسقط، وبحسب مصادر طبية فإن معظمهم إصابتهم خطيرة تنوعت بين بتر الأطراف والتشوهات التي يصعب علاجها في الداخل. نائب وزير الصحة الموالي للميليشيا ناصر العولجي قال إن هذه هي الدفعة الأولى من الجرحى الذين سيتم علاجهم في الخارج، فيما لم يحدد موعد سفر الآخرين. قوات التحالف بدورها قالت إنها سهلت نقل الجرحى بالتنسيق مع مركز الملك سلمان والحكومة الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالرغم من الحظر الجوي الذي دام طيلة شهرين ماضيين. فهل ستكون هذه الاستجابة السريعة دائمة لتشمل كل الجرحى في البلاد أم أنها مؤقتة لامتصاص غضب الناس فقط؟